السلام عليكم ورحمة الله. انتقلنا اليوم من مدينة أكادير حوالي 25 كيلومتر إلى جماعة تغرزت. سنحاول التقاط بعض المشاهد من الجماعة وأيضا من شاطئ تغرزت. إذن أولا تظهر المنازل هنا في الأمام. تغرزت معروفة سياحيا في إقليم أكادير، ويتوافد عليها الزوار تقريبا في شهر 8 أو شهر 7. والمدينة يعني أو الجماعة صغيرة، ولكن بالشاطئ شاطئ المدينة يعني شاطئ رائع. سنحاول أخذ بعض الصور من هذا الشاطئ، شاطئ مدينة تغرزت. المحيط الأطلسي يزخر فعلا بشواطئ رائعة، منها هذا الشاطئ شاطئ تغرزت، ويظهر المحيط الأطلسي في الأمام. المنطقة رائعة، الجو هنا شيئا ما معتدل. والشاطئ يوجد هنا في الأمام. سنحاول تصوير الشاطئ والكورنيش مجهزة هنا بمسالك طرقية رائعة. هذا كورنيش وشاطئ مدينة أو جماعة تغرزت. السلام. هذا المسلك لأخذ مشهد من الأعلى للشاطئ والكورنيش. السلام. الرمال ذهبية والشاطئ يمتد لمسافة كبيرة. يا سلام، تحية لكم من تغرزت. وتظهر في الأمام أورير. المدن هنا أو الجماعات الشاطئية متقاربة جدا وغير بعيدة عن مدينة أكادير. تحية لكم من تغرزت.